السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب وطالبات كلية التجارة جامعة عين شمس. إن شاء الله اليوم سنبدأ معا في شرح الفيديو الخاص بكيفية رفع المقالات البحثية لطلاب كلية التجارة اللي يتعذر عليهم استخدام الإيميل الأكاديمي. في البداية وجب التنويه إن في حالة إن حضرتك ما معكش الإيميل الأكاديمي، هتدخل على موقع الكلية، هتستلم من خلال المنصة المخصصة لاستلام البريد الإلكتروني بواسطة رقم الجلوس. معكش رقم الجلوس، من خلال الأيقونة المعدة لرابط أرقام الجلوس. هنيجي بعد كده لموضوعنا الأساسي وهو المنصة الخاصة برفع المقالات البحثية لطلاب كلية التجارة اللي هيتعذر عليهم تفعيل الإيميلات الأكاديمية. أولا عندنا مجموعة من التعليمات الهامة برجاء اتباعها أثناء استخدام هذه المنصة. أولا حضرتك إرسال النموذج لا يعتد به بدون إرسال الملفات المطلوبة على الإيميلات المخصصة، وأي بيانات غير صحيحة في النموذج هي مسؤولية الطالب، ولا يسمح باستخدام النموذج من قبل الطلاب اللي معاهم الإيميلات الأكاديمية. وبرضو في حالة إرسال أي أبحاث بعد الفترة الزمنية المخصصة للمقالات البحثية لن يتم الالتفات إليها. أول عنصر عندنا النهاردة في الفورمة وهو الخاص بالاسم الرباعي باللغة العربية، وهو ده هتكتبه زي ما هو مكتوب في بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر. هنيجي بعد كده لرقم الجلوس، هنكتب رقم الجلوس. بعد كتابة رقم الجلوس وبرجاء تحري الدقة في كتابة رقم الجلوس لتسهيل العمل على الكنترول، هنيجي بعد كده هنختار ايه هو الاسلوب اللي هتقدم فيه تحقيق الهوية الشخصية. عندنا اختيارين، الاختيار الاول للرقم القومي للطلاب المصريين، ومع مراعاة ان الرقم القومي ما يقلش عن 14 رقم، وفي حالة لو على سبيل المثال لو انا كتبت رقم قومي اقل من 14 رقم هلاحظ ان هو مديني ايرور، وهيفضل الايرور ده مستمر معايا لحد ما اكتب له رقم قومي يتمثل في 14 رقم. طيب ولو كتبت رقم اكتر من 15، يعني 15 16 يعني اكتر من 14 رقم هيديني برضو ايرور، فبالتالي لابد من الالتزام بعدد الخانات المكونة للرقم القومي. هنيجي بعد كده جواز السفر، هنلاحظ ان جواز السفر بيبدأ به اولا حروف وبعد كده ارقام مع عدم ترك اي مسافات بينهما. هنيجي بعد كده للنقطة مهمة جدا وهي ان حضرتك هتكتب الايميل اللي هترسل منه المقالة، فبالتالي رجاء رجاء تحري الدقة في كتابته وتكتبه كاملة كما هو يعني صيغة الايميل اللي هترسل بيه المقالة، وبالتالي عندك البدائل سواء ايميل ياهو او جيميل او هوت ميل. فما على سبيل المثال هكتب انا هنا الايميل اللي انا هرسل بيه المقالة البحثية، بس وأكمل واجي في الآخر أكتب صيغة الامتداد الخاص بالإيميل سواء جيميل أو هوت ميل، بس رجاء رجاء تحري الدقة في كتابة الإيميل الشخصي. هاجي بعد كده لنقطة مهمة جدا وهي معانا وهي متعلقة بهجهز الملفات المطلوبة والمستخدمة في رفع المقالات عن طريق مين؟ الإيميل الشخصي. هاجي أقول هنا هفتح الملف بتاعي، هجهز صورة البطاقة بشكل وجه واحد أو جواز السفر، هجهز بعد كده الملف الوورد اللي هو الخاص بالمقالة البحثية وهحوله بي دي اف عشان هرفع بالصيغتين. هاجي بعد كده هكمل الخطوات، انا كده جهزت الحاجة اتعهد بذلك. هاجي بعد كده هختار البرنامج الدراسي اللي انا تابع ليه عشان بعد ذلك هيبدأ يظهر ليك البيانات الاخرى. يعني على سبيل المثال برنامج الدراسة باللغة العربية هلاحظ ان انا عندي فرقة اولى تانية تالتة، هلاحظ ان انا عندي مجموعات، وهلاحظ برضو ملحوظة مهمة جدا وهي مواد التخلف. هاجي لو انا افترضت ان انا مثلا في برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية هلاقيها ان انا مقسمة الى مستويات،
وفي الآخر المستوى الثالث مقسم إلى تخصصات، بعد كده برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية، وكذلك كين والتعلم المدمج والتعليم المفتوح. هنتناول النهاردة بالمثال شرح برنامج الدراسة باللغة العربية، وعلى مثال الأخص برنامج الدراسة باللغة العربية الفرقة الأولى المجموعة الأولى. بعد ما هدخل على واملى البيانات هيظهر لي الفرقة الأولى المجموعة الأولى، هيظهر لك هنا الإيميل اللي انت هتقوم بإرسال عليه المقالة البحثية الخاصة بيك بتاعة مادة مبادئ المحاسبة، ونركز ان هنا مكتوب الفرقة الأولى المجموعة الأولى انتظام. لو انا مجموعة تانية اركز في حالة ارسال الإيميل على المقالة على إيميل غير الإيميل المخصص له، هيبقى صعب جدا ان احنا نرجع ده وتسكينها في مكانها. بعد ذلك هناخد هنا كليك يمين على الايميل كوبي، وافتح بعد كده الايميل الجيميل اللي انا هرسل منه او ايا يكن الايميل اللي انا هتعامل بيه في الارسال، واجي بعد ما افتح الايميل هدوس على علامة زائد، هيظهر لك هنا انت عايز تبعت الايميل لمين. هكتب هنا اولا الاسم بتاع الايميل اللي انا لسه واخده كوبي، هاجي بعد كده العنوان ايه، العنوان مفروض اسم المقالة البحثية الخاصة بك اهو واسم، يبقى انا هاخد الاسم واسم الطالب ورقم الجلوس واسم المادة اسم الفرقة، او ممكن يبقى على حسب طبيعة البرنامج او على حسب الشرط اللي مطلوب في الجزء الخاص هنا بالفورمة، يعني هنا طالب المجموعة، يبقى انا هاجي هنا مثلا هعمل هنا كوبي واعدل الفرقة دي واخليها مثلا المجموعة، واتأكد ان انا بكتب باللغة صحيحة. بعد كده هاجي هنا على علامة ارفاق المرافقات الخاصة بالايميل وادوس عليها، وهيعرض لي الديسكتوب الخاص بيك، اختار ان انا برفع مقرر المادة الاولى. بعد كده هدخل هنا هحدد التلات عناصر اللي هما صورة البطاقة، الملف بصيغة البي دي اف، الملف بصيغة الورد. بعد ما اعمل ده هدوس على الاخر، بس هستنى الاول ان انا اعمل عنصر التحميل، وبعد ما يحمل معايا هدوس سند، وفي الاخر هيجي يقول لك هنا ان الايميل تم ارساله. وفي حالة ان هو ارسل، لو حضرتك عايز تأكد اكتر ودخلت هنا على السند، هتلاقي ان قال لك ان الاسم الاول رقم الجلوس وكاتب بياناتك ارسلت التلات ملفات دول للايميل الخاص بالمقرر بتاع مبادئ المحاسبة 2. طب انا ارسلت الملفات؟ بعد ارسال الملفات ادوس في الاخر سبميت وكده. بس هنا لاحظت حاجة ومعمولة عن قصد، ان انا قاصد اسيب لك اسئلة فاضية عشان في الاخر هو مش هينقلك على السبميت وارسال الفورمة الا في حالة استكمال البيانات. فعلى سبيل المثال انا هكتب رقم الجلوس وهنا هكتب اسمي تمام كده، وهاجي في الاخر هدوس سبميت، وبكده يبقى وصلنا لختام الفيديو. وفي الاخر نتمنى لكم خالص التمنيات بالنجاح والتوفيق بإذن الله، والسلام عليكم.